حاجه. عندنا هنا الانجوينال ليجامنت، انجوينال ليجامنت اوكي. اول عضله عندنا ديت سارتوريوس، ماشي اهي سارتوريوس. بصوا يا جماعه العضله تبين في الفيديو او في الصوره من الاورجن للانسرشن. ادي السارتوريوس بتاعتي، ماشي هشيل السارتوريوس اهوت. هلاقي الكوادريسبس او العضله عندي اللي هي ريكتس فيمورس، تمام. شيل الريكتس فيمورس، عندي العضله ديت لحظه واحده بقى اهي فاستس ميديالس. لا في الصور لا انا مش هتبان في الصور خالص. لا فاستس ميديالس، تمام. فاستس فاستس انترميدياس، ماشي. فاستس لاتراليس، والاقي فوقيها ثانية نفس الخليج بس شوية، ماشي اوكي. فاستس لاتراليس، تمام. الاقي فوق الفاستس لاتراليس الاليوتيبيال تراكت، ومعاها من فوق التنسور فاشل، تمام. طيب الكونتنتس او الفيسلز الموجودة عندي او الستركشرز، اول حاجة طبعا انا عايزة اعمل الفيمورال تراينجل بتاعي. بعمل الفيمورال تراينجل كالاتي. اول حاجة الميديال بوردر بتاعه بيبقى معمول بالميديال بوردر بتاع الادكتور لونجس. بعد كده اللاترال بوردر بتاعه بيبقى معمول بالميديال بوردر بتاع السارتوريوس. ماشي دي السارتوريوس. الايبكس معمولة بيه اللي هو مع الكروسنج بتاع التو ماسلز. البيز معمول بالانجوينال ليجامنت. بعد كده الاقي الروف طبعا الاسكام سوبرفيشال فاشيا، من ضمن الكونتنتس اللي موجوده في السوبرفيشال فاشيا جريت صافي نازفين اهوت. هقول عليه لون صافي نازفين صوريه بعد كده، تمام. بعد كده الاقي جريت صافي نازفين هو يدخل يصب او نهايته فيه فيمورال فين، ماشي فيمورال فين. بعد كده اللاترال الفيمورال فين بلاقي الفيمورال ارتري خلاص، ادي الفيمورال ارتري. بعد بيطلع من البوستيرو لاترال اسبيكت بتاع الفيمورال ارتري حاجه اسمها بروفاندا فيمورس ارتري خلاص. كل ده بيبقى وذان الفيمورال شيث. بعد كده اخر حاجه عندي من ضمن الكونتنتس بتاعتي اللي هي فيمورال نيرف. فيمورال نيرف ماشي. الفيمورال نيرف بيتقسم لانتيريور بوستيريور ديفيجنز. وادي الفيمورال نيرف بتاعي خلاص. الفلور بتاعي كالاتي، الفلور بتاع الفيمورال تراينجل بلاقي الادكتور لونجس، معلش جنب الادكتور لونجس على طول بلاقي البيكتيناس، يبقى الاقيهم الاثنين على السيم ليفل كده. ادي الادكتور لونجس وادي اللي جنبها على طول البيكتيناس، واللي تحت هنا ديت الاليوسيبتس، ماشي خلاص. كل ده يكمل الايبكس بتاعت الفيمورال تراينجل ويعمل لي حاجه اسمها عند الايبكس الاقي عندي حاجه اسمها سب سارتوريال كانال او ادكتور كانال او هانترز كانال. الادكتور كانال او سب سارتوريال بيبقى من الريليشنز بتاعتها الروف بتاعها معمول بيه السارتوريوس، تمام. اللاترال بوردر بتاعها او اللاترال باوندر بتاعتها معمول بيه سوري بقى اللاتر بوردر بتاعها معمول بيه الفوستس ميدياليس. الفلور بتاعها بيبقى معمول جزء منه بيه الادكتور لونجس وجزء تاني بيه الادكتور ماجنس. الكونتنتس بتاعتها الفيسلز، بس الفيسلز بتغير الريليشنز بتاعتها. كان الفيمورال ارتري بيبقى لاترال للفيمورال فين، بلاقي في اول الكنال الفيمورال ارتري انتيريور للفيمورال فين، تمام. في النهاية بتخرج ان الارتري هو الميديال للفي، والنرفس كونتنت بتاعتها اللونج ده بيبقى ده السافينوس نيرف، والنيرف اللي عامل بيرسينج. بصي صوري ده بقى كده هو خارج من بره الكنال خالص اهوت. الفيمورال ده الفيمورال ده سوري انا اسف السافينوس نيرف، والنرف اللي بيعمل ده السافينوس نيرف خلاص. بس النرف اللي عامل سبلاي للفاستس ميدياس بقول عليه نيرف تو فاستس ميدياس اوكي. الميديال
الميديال ماسلز بتاعتي او العضله الموست سوبرفيشال عندي هي جراسيليس. تمام. حتى اتاكد بصوا يا جماعه الاس اللي هي سارتوريوس، الجي اللي هي الجراسيليس، والاس الاس جي اس بتاع الانسرشن ده سارتوريوس، ده الموست سوبرفيشال بتاع الميديال ماسلز. تمام. احنا هنا في الميديال سايد شلنا الموست سوبرفيشال ماسلز، الاقي بعد كده العضلات على ليفلز. اول ليفل بلاقيه عباره عن ادكتور لونجس اهيت، ادكتور لونجس ماشي، وجنبها على طول زي ما اتفقنا تبقى بكتينيس. تمام. ادي اللونجس، شايفين على السيم لاين الاثنين جنب بعض بالظبط، هم حاطين بعض. اشيل اللونجس الاقي عندي البريفس، حتى الاقي البريفس عليها الانتيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور نيرف، الانتيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور نيرف، والاقي وراها البوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور نيرف. ماشي. طبعا الكبيره بقى ديت العضله الماجنس بتاعتي الادكتور ماجنس. ماشي خلاص اهي. نقلب من ورا الموست، طبعا دي جلوتير ريجون الموست سوبرفيشال مصر الكبيره قوي ديت اللي عامله انسرشن في الاليوتيبيال تراك ديت الجلوتيس. حاضر. جلوتيس ماكسيمس ماشي. بعد الجلوتيس ماكسيمس تعالى بقى هنا الاقي جلوتيس ميدياس ماشي، اشيل الجلوتيس ميدياس ديت، يبقى العضله اللي لازقه على العظم دي المينيمس اهي، دي المينيمس، دي جلوتيس مينيمس. جلوتيس مينيمس. بعد كده العضله دي، العضله ديت اللي جاي من تحتها السياتيك نيرف على طول، ده السياتيك نيرف. استني بس نوري ادي العضله ديت تبقى بايريفورمز، تحتيها السياتيك نيرف خلاص. بعد كده الاقي عندي ثلاث عضلات هنا، في بعض الاحيان بقول عليهم الترايسبس كوكسا اللي هم الترايسبس بتاع الهب. الابيض اللي في النص ده، الابيض اللي في النص ده ده التندون بتاع الاوبتيوريتور انترنس ماشي، اللي فوقيها السوبيريور وهي اللي تحتيها الانفيريور جيمينس، يبقى سوبيريور جيمينس اوبتيوريتور انترنس انفيريور جيمينس ماشي. بعد كده الاقي العضله دي اهيت، ديت اللي هي عامله زي البلاستراي كده، بتبقى ما بين الاليك الاسكال تيوبروستي واللي هو الباك بتاع الفيمر بتاعي، ده بقول عليها كوادريتس فيمرس. تمام كده خلاص. بعد كده اجي للمصص بتاع الباك بتاع الساي، في الباك بتاع الساي لازم احدد الدايركشنز بتاعتي. انا عندي هنا ميديال وهنا لاترال، بصوا بقى عندي عضلتين ميديال، عضله بتبتدي بفليشي فايبرز ونهايتها تندون زي بقى كده. تمام. دي بقول عليها سيمي تندونوزس ماشي. بعد كده العضله الثانيه تحتيها على طول الاقي بدايتها ممبرين ونهايتها فليشي فايبرز، دي سيمي ممبرينوزس خلاص ماشي. بعد كده الاقي عندي العضله ديت اللي هي البايسبس، ده في الميديال، في الميديال عضلتين، في اللاترال عضلتين، عضله بس دبل هيد اللي هي البايسبس، ده اللونج هيد بتاعتها، والاقي الشورت هيد بتاعتها اللي هي جايه من دي الشورت هيد بتاعتها. يبقى دي اللونج هيد. تمام. وادي عندي دي الشورت هيد خلاص. عندي هنا حاجه اسمها البوبلوتيه الفصة، البوبلوتيه الفصة طبعا دايموند ان شيب، الباوندرز بتاعتها العضلتين فوق لفوق، العضلات بتاعت الباك فوق ذا ساي اباف وميديال، بيبقى العضلتين الميديال اللي هم سيمي ممبرينوزس والسيمي تندنوزس، واللاترال العضله اللاترال اللي هي البايسبس ماشي. تحت بيبقى الجاستروكينيميا سواء ميديال هيد او لاترال هيد، وما انساش ان ازود مع اللاترال هيد البلاندرز. طب الكوندنتس اول حاجه معايا